بون، قلنا بأنه الأسيد يعني ليمون كيميك، يعني ليمون كيميك كي بو فير كوا، واش كي بو سيدو بيان كي بو كابتي سيدي. Ah bien, donc il peut cider un ou plusieurs quoi? Ou plusieurs protons H, H+. Un ou plusieurs protons A, H+. C'est bon. Un acide. Ah? Gardez la 4 de fille. Allez, assert la l'EMA, assert la couche encore ça. Donc on a un acide selon branchite, un élément chimique qui peut céder un ou plusieurs protons H+. Blex, la base selon branchite. Donc la base selon branchite. Et bien c'est la vidéo là d'ailleurs qu'on a enregistrée sur YouTube. Et on a le comme sur YouTube. La base selon branchite, c'est égal à quoi? Ça se trouve certainement la base selon branchite. C'est quoi l'axe de l'acide? Il a quand l'acide il cède. Donc, une acidation dans ce cas. Elle capte. C'est bon. Donc, il y a un élément chimique. Il y a un élément chimique. Donc, il y a un élément chimique qui peut capter un ou plusieurs protons à H+. Un ou plusieurs protons H+. Donc, ou plusieurs protons H+. Donc, on a l'acide basique, la réaction acide basique, qui n'a pas de transformation de l'H. Je dis les protons ou les électrons? Les protons. Les H maintenant, on dit les protons, on les protons H, H+. C'est bon. Chez les kénés 9, la transformation de l'acide basique. Ou bien, je connais qu'on a une réaction acide basique, l'X. واحد الرياكسيون اللي هو كيكون اوكسيد اوكسيدون ريدكتور ولا ديال اوكسيدو ريدكسيون كنعرفو انطلاقا من الهيدروجين. بعض الاحيان اوكسيدو ريدكسيون كنستعملوها دائما غير باش نديرو ماذا قلت لكم داك النهار باننا كنديروها فقط باش نديرو ليكيليبر ديال لي شارج. اوكسيدو ريدكسيون كنديروها في ليكيليبر ديال لي شارج سي كلير. دابا بغينا نشوفو العلاقه الاصليه ديال ان اسيد اي اون باز. دونك شنو هي لا غولاسيون كي غولي اونتر Donc, la formule qui relie entre un acide et une base. Donc, on va voir après ce qu'il y a de la formule. La première chose, on va savoir ce qu'est le couple. Donc, on a fait une initiation ce qu'est le couple acide-base, acide-base. قلنا بان دائما هنا الفوق اش كيكون عندي كيكون عندي الحمض وهنا اش كيكون عندي لتحت كتكون قاعده. دونك الا مشيت تلقيت الكوبل دونك هنايا غتكون لا كيسيون غتجي موراها هي لا كيسيون 1. الكيسيون الثانيه كتجي موراها هي لو ديمي ايكواسيون هي نصف معادله التفاعل. عندك الكوبل هنايا اسيد باز لو ديمي ايكواسيون. ديمي ايكواسيون شنو قلنا؟ قلنا بانه ان اسيد سون برونشيد واحد ليمون كيميك كي بو ماذا كي بو سيدي سيدي يعني دوني يعني غادي يعطي من عنده يعطي ماذا بروتون اش بلس. واش غادي يكون عنده هنا اش بلس؟ ما غاديش يكون خاص يكون عندي ماذا هنا لاباز بلس ا اش بلس. شكون اللي واخد هنا اش بلس؟ راه واخدها لاباز اش لاسيد صافي. دونك لاسيد كنقول بان دونك سوكا الى سيدي. دونك هنا نقول بان لاسيد ا سيدي ان بروتون اش بلس ولكن لاباز مالها. دونك الى كا الى كابتي ماذا؟ H بلس. وهذه هي القاعدة الاعتيادية ديالي. نهار كيكون عندي مثلا دونك بور لا تخوازيام كيستيون اللي كتكون مطروحة بعض الأحيان كيكون عندك جوج ديال لي كوبل. دونك أزومب سي فو زافي دو كوبل أسيدو بازيك كيما كدرت لكم داك النهار. دونك هي تكون عندك مثلا واحد الأسيد عندك واحد لاسيد واحد لاباز واحد يعني جو ديال لي كوبل. دونك هذا نعتبرو سي لو كوبل ان يعني سي لو بخومي كوبل. الكوبل الثاني كنعتبرو سي لاسيد جوج باز دو.
سي بون العلاقه كتجمع بيناتهم كومبليتمون عرفنا شنو هي لاسيد كيعطيني باز زائد اش بلس ديما هنا هذا هو الكوبل الثاني اللي عندي هنايا انا كيعطيك جوج ديال الكوبل في التمرين كون على بال انه غادي يقول لك جبد ليا دومي ايكواسيون ديال هذا دونك خاصني دومي ايكواسيون ديال يعني نسمو معادله التفاعل دومي ايكواسيون ومن بعد خاصني كذلك دومي ايكواسيون ديال هذا كنفرقهم على جوج دونك دومي ايكواسيون ديال الكوبل الاول ودومي ايكواسيون ديال الكوبل الثاني وفي الاخر انطلاقا من لي دومي ايكواسيون بجوج وكنحولو هنايا انطلاقا من لي دومي ايكواسيون غنحصلوا على ماذا على واحد الحاجه كتسمى ليكواسيون بيلون دو لا رياكسيون هي المعادله الكامله ديال التفاعل دونك سي ليكواسيون بيلون دو لا رياكسيون صافي دونك هنا غنحاولوا نديرو دومي ايكواسيون ديال الكوبل الاول الكوبل الاول شنو فيه فيه لاسيد واحد باز واحد اش كيعطيني هذا كيعطيني بان لاسيد واحد كتعطيني ماذا لا باز واحد زائد ماذا زائد اش بلس نفس الحاجه بالنسبه للكوبل الثاني عندي لاسيد جوج كيعطيني ماذا لا باز جوج زائد اش بلس تري بيان انطلاقا من هذه الاولى من دومي ايكواسيون غادي نسميو مثلا واحد الفا وغادي نسميوها مثلا سي بيتا دونك دافري الفا اي بيتا غتجي هنايا غتجبد ليكواسيون بيرون يعني خصني نستعمل ضروري دومي ايكواسيون الاولى ودومي ايكواسيون الثانية صافي من ليكواسيون بيرون اش كندير كنحاول نجمع دوك لي زيكواسيون كومبليتمون لي زيكواسيون اللي لقيتهم دابا نعاود نكتبهم مارش نعاود نكتب انا لاسيد لاسيد واحد كتعطيني باز واحد زائد اش بلس و ليكواسيون الثانية اش كيكون عندي كيكون فيها لاسيد لاسيد جوج باز دو زائد اش بلس صمارش دونك هنا القاسيه المشترك بيناتهم هو اش بلس هذا يعني ترانسفورماسيون ديال بروتون اش بلس هاد الحالة هنايا مدرنا والو علاش هنايا اوبليغاتوار خصنا نقلبو وحدة فيهم يعني هنا ما يمكنش انا فاش كندير الجامعة راه بحال مثلا كيكون عندك ا صغر من زيرو بي صغر من زيرو الى درتي ا بلس بي غتبقى عندك كلشي ا بلس بي صغر من زيرو بلس زيرو سي زيرو صافي غادي نشوف هنا اش غندير بحال عندك عاوتاني ا كتساوي بي سي كتساوي دي الى درتي ا زائد سي غدير تساوي بي زائد دي راه شوز اللي عندي هنايا اش غتولي تساوي ليكسبرسيون يعني هنايا غنحاول نقلبو هذا كما كنت كنقول لكم هذا لوكا الثاني نقلبو في التمارين كنقلبو على حساب السيستم اللي عندي يعني اوبليغاتوار خصني نشوف لو سيستم اللي كندرس دونك هذا غنحاول نقلبو اش يولي ما غاديش نغير القاعده ولكن دائما داكشي كيبقى فيكس هنا شنو كان عندي قبيلات كان عندي راسي دابا نحاول نجيب حدا لاباز شنو هي لاباز غتكون عندي تكون عندي هنا لاباز جوج زائد ماذا زائد اش بلس وانا اش غيكون عندي غتكون عندي راسيد جوج دابا عاد تكون عندي الامكانيه باش انه نجمعهم كاملين اش غندير غندير هاد لابارتي هادي اللي عندي الاولى لكم هنا نظهر عليها بالصفر هي هادي بوحدها وهادي كذلك بوحدها يعني كنجمع هذا وهذا وكنجمع هادي مع هادي مارش دونك ليكواسيون بيلون سوغا سوسيت فور تبقى عندي راسيد سيد واحد زائد ماذا باز جوج زائد اش بلس شنو تكون تعطيني هادي تكون هي اسيد جوج زائد لاباز واحد زائد اش بلس طالما انه اش بلس عندي في هاد الجهة وعندي اش بلس في هاد الجهة شنو غيوقع عليه غيتإليمينا بيان دونك غيتإليمينا شنو غيبقى عندي غتبقى عندي فقط ليكواسيون بيرون دونك غنديرو دونك ليكواسيون بيرون سورة ماذا غتبقى عندي أسيد واحد زائد باز جوج أنا خصنا نرد البال دائما التفاعل كيكون ما بين الأسيد و لاباز دائما هو بالنسبة هنا تبقى عندي دائما هي الأسيد جوج زائد ماذا زائد لاباز واحد أنا بلس لا بخوميا باز لاباز صافي تخي بيان
هادشي اللي كاين في لي رياكسيون سيتو بازيك، يعني الا فهمت القاعده راه نجاوب، الا فهمتش القاعده ما نقدرش نجاوب. ولي رياكسيون سيتو بازيك راه درنا التوازن او ليكيليبر ديال بزاف ديال المعادلات. دابا غندوز لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، دونك غندوز دابا لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، دونك الدرس الثاني اللي هو فيه داك الشيء ما عطيتكم، دونك لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. وهنا غادي نحاولوا نعرفوا شنو هو هذا الاكسيدون، شنو هو هذا الريدكتيف. مارش سي كو ان اكسيدون، معنى ان اكسيدون قلت لكم ان اكسيدون هو العكس ديال اش، العكس دائما ديال العكس ديال ترانسفورماسيون ديال البروتون اش بلس. مارش دونك انا الا كنا كندويو على ان اسيد، لكن كنقول بان ان اسيد تيغرافو هو اي دي مون شيميك كي بو كو كي بو سي كي بو سي دي سي بون كي بو سي دي ان بروتون ا اش بلس. دونك هنا قلنا بان الاسيد هو لي مون شيميك بي سي دي ان بروتون اش بلس. بالنسبه لان اوكسيدون غيكون ماذا دائما بالنسبه لي رياكسيون دوكسيد ريدكسيون شنو كيكون عندي هنا؟ كيكون دائما ترانسفورماسيون ديال اش، ترانسفورماسيون ديزيري ديزيريكتون هي عكس ديال لي رياكسيون سيدو بازيك، يعني كيكون عندي بروتون ترانسفورماسيون دي بروتون في سيدو بازيك، وهنا ترانسفورماسيون دي الكترون في لوكسيد ريدكسيون. دونك ان اوكسيدون وي اش كطلع لي مرحبا، نحاول عاوتاني ناري تيليكوم البورتاج ونفيرمي لاغي ديماري. دابا كطلع ليك شو دابا؟ صافي. دونك انا قلنا بان ان اوكسيدون سي كو ان اوكسيدون، انا تعريف داك النهار دونك ان اليمون شيميك كي بو فيغ كوا، واش كابتي ولا سيدي؟ الا كان لاسيدي زعما قلت لكم داك النهار هذا راه هو العكس ديال لاسيد. غير باش تعقلوا ليها انتم الا عقلتوا على لاسيد اوكسيدون لاكس ريدكتور تاع داك العكس ديال صمار. دونك اني لي مون شيمي كي بو فير كوا كي بو كا كابتي تري بيان كي بو كابتي ان زير او بليزيور بروتون اش بلس او بليزيور بروتون ا او بليزيور الكترون. Un sache à point, donc pardon, plusieurs électrons. Un ou plusieurs électrons. Ça marche. Donc, Adim, c'est pas un oxydant. Donc, l'éclat de Wout, c'est là un réducteur. Un réducteur avec quoi l'axe? L'axe d'Yelach. Arrive tarif d'Yelor à l'axe d'Yelor base. Et j'ai un goulot ou un élément chimique qui peut faire quoi? Qui peut s'y qui peut s'aider. Donc un élément chimique qui peut s'aider qui peut s'aider un ou plusieurs mada et les plusieurs électrons. Un élément chimique qui peut s'aider un ou plusieurs électrons. Donc un ça marche. Donc un ou plusieurs électrons. Il est général fois chez complètement واحد لا فورمول حاول ندير ان ريزومي لهادشي اللي كنا قلنا. ديال ان توكا كيعطينا لوكسيدون مالو كنزيد ليه واحد لو نومبر ديال الالكترون يعني ال كابت ديال الالكترون واش كيعطينا كيعطينا ان ريدكتور. يعني ان توكا ايكواسيون بيان دومي ايكواسيون ديال لوكسيدو ريدكسيون دونك الا بغينا دومي ايكواسيون دونك انا كنقلب على دومي ايكواسيون اش كيخصني بحال الاسيدو بازيك شنو خصني؟ خصني الاوكسيد، خصني الاوكسيدون، الاوكسيدون ديما كيكون فوق بحالو بحال الاسيد، وهنايا الريدكتور بحالو بحال لاباز دائما كيكون تا هو لتحت نعقلها مزيان. دونك اوكس اوكسيد اوكسيدون اي ريدكتور سي بون. القاعده اللي كتجمع بيناتهم
دومي ايكواسيون كيما قلت لكم ديما بغيت دومي ايكواسيون خصني نلقى الكوبل اولا خصني يكون عندي الكوبل كان عندي الكوبل غنلقى دومي ايكواسيون كانت عندي دومي ايكواسيون غنلقى الكوبل داكشي بسيط غنطرق من دومي ايكواسيون باش نلقى الكوبل او ميم طون غنطرق من الكوبل باش نلقى دومي ايكواسيون دونك هنايا نفترض بانه قلنا ان كوبل اوكسري الى بغينا الدومي ايكواسيون ديالو غتكون ايتيغال اكوا قاعده اساسيه انا قلنا الاوكسيدون راه الكابت دونك غتبقى عندي هي اوكس اوكس بلس واحد لو نومبر ديال الالكترون سي بون بلس ماذا دونك انا كيعطيني كيعطيني الري ليليكترون افيك ان شنو قلنا داك النهار انا اعتبرو بان النومبري هو اونتينا سي ناتشوريل دونك انا اعتبرو ان ابارتمون ا اي وبالضبط نعتبرو عيني طوال باش ما يكونش ايتيكال زيرو صافي تفهمنا مزيان دابا في حالة انه مثلا مطلوب منكم تلقاو يعني مثلا واحد ليكواسيون بيرون انا مور هادشي كتلقى مثلا كيقول لك عطيني ليكواسيون بيرون دو لا رياكسيون صافي الا بغيت ليكواسيون بيرون دو لا رياكسيون اول حاجه شنو غنحتاج غنحتاج جوج ديال لي زوكس وجوج ديال لي ريد اوكس 1 ريد 1 اي اوكس 2 ريد ريد 2 سي بون دونك هنايا ندير القاعده ديالي بجوجهم عطيني هي لوكس 1 سي بون زائد ان واحد الكترون ولا نسميو هنا ان الكترون ديريكتومون دونك ان الكترون دونك ان الكترون غتعطيني ماذا غتعطيني الريد ريد واحد سي بون بالنسبه للثانيه غيكون عندي اوكس 2 بلس لو نومبر ديال الكترون هي ان او تعطيني ماذا تعطيني الريد ريد جوج دونك باغ كونفونسيون باغ كونفونسيون الى بغيت انا ليكواسيون انفيرون En tout cas, ce qu'on a dit là, OX1 sur OX1 plus N électron est égal à maintenant RID électron. Et quand on a écrit le même mot, c'est le même mot. Donc on a écrit le même mot. Maintenant, on va faire de base. Je vais dire d'abord le dernier pour qu'on ait équilibré. On va faire le même mot. Je vais vous dire, il y a RID. RID juge. Je vais vous dire, c'est l'OX. L'OX juge. ان الي ان الكترون دونك هنا فين كيوقع لنا القلب هو انه هاد ان الكترون هادي خص تكون كتساوى هاد ان الكترون دابا انا حطيتها بحال بحال يعني غنقدر نختز بهم من بعد انت مثلا لقيتي عدد الكترونات ماشي بحال بحال مثلا لقيتي انا جوج دوز الكترون وانا لقيتي تخوز الكترون هنا ما يمكنش بتاتا نختزل بهم اش خصني ندير خصني نبقى نضرب يعني شي وحده في شي وحده باش نوصل بحال مثلا هادي كانت فيها تخوز الكترون مثلا انا كنت عندي تخوز الكترون كمثال دونك ما كمثال دونك الغلط اللي كتبقاو فيه هنايا كتلقى مثلا هنا جوج كتلقى مثلا هنا دوز الكترون هنا كتلقى تخواز الكترون او كتجي كتقول انا نضرب على هذه ونضرب على هذه قاعده اساسيه لا كنضرب ملي كيكون عندي نفس العدد نفس العدد هنا نفس العدد هنا اش غندير في حاله انه مثلا تعطات لي دوز الكترون هنا تخواز الكترون يعني اكثر غنبقاو دوز الكترون اش غندير غنحاول هنا نضرب في واحد يعني هاد ليكواسيون هادي غنضرب واحد المعامل اللي غتعطيني نفس عدد الالكترونات وهنا كذلك غنضرب هاد المعادله هادي كامله واحد المعامل بحال مثلا المعامل اللي غنضرب فيه مثلا هنا نضرب في 3 هنا نضرب في 3 وهنا نضرب في 2 علاش الا ضربت هنا 3 في او اكس 1 تولي 3 او اكس 1 زائد 6 الكترون 6 الكترون هنا تولي كذلك 2 في 3 شحال 6 الكترون دونك 6 مع 6 نختصر بها وانا لقيت لي ليمون ديالي تفهمنا باش القلب ديالنا دونك دابا نرجعو هنا نعتبروها بان سي ان الكترون دونك انا في الحاله الاعتياديه ديالها ان الكترون وغنحسبو حساب عادي شنو تبقى عندي هادي تبقى عندي دونك سي او اكس 1 ديريكتومون دابا نحسب هادي مع هادي ونحسب كذلك هادي مع هادي غتبقى عندي لوكس 1 بلس بلس ريد ريد جوج زائد ان الكترون ايكيفالون تلاش اش غتعطيني غتعطيني في البرودوي غتعطيني ريد ريد واحد بلس او اكس 2 بلس ان الكترون صافي كيف ما قلنا بالنسبه للنومبر ديال الالكترون يعني دون سو كا
اش يوقع عليه دونك سوغا الي الي مين دونك هذا غادي الي مين اش يبقى عندي عندي او اكس 1 بلس ريد 2 عطاني ماذا ريدكتور 1 بلس لوكس لوكس تسمع القاعده ياك هادشي اللي كاين في لوكسيدو ريدكسيون مع لاسيدو بازيك دونك لي كيسيون الاخرين كيبقاو لي كيسيون اللي هما سكوندير يعني خصني اوبليغاتوار نراجع دوك الدروس الاولى اللي كندرهم في الكونسونطراسيون ونسيت الماتيغ كيفاش كنحسبها وغيرت درنا واحد الحصه ماراطونيه واحد شويه طلع شويه شويه الدم ولكن ماشي مشكل انا المراجعه ديالكم بحال كتراجعوا في البير ولا كتلوحوا داكشي في البير ما فهمتش البلان ديالكم بقى واخا سي بون نرجعوا لي كيسيون ديالنا شوف معايا مزيان هاد واحد الطابلو عندكم هنا فيه لي رياكسيون ديال لوكسيد ريدكسيون هنا كيكون مطلوب منا ماذا كيقول لك كومبليتي لو رومبليساج دو طابلو سويفون دونك هنا هاد لو طابلو هذا كونتيان بليزيور كوبل دونك هنا عندي بزاف ديال لي كوبل هنا كل كوبل خصني نلقى ليه خصني نلقى ليه واحد دومي ايكواسيون ديالو صافي دونك هنا بالنسبه ل ال 3 بلس دونك هنا هذا يفيد ماذا هذا سي ان اوكسيدون وهذا ماذا سي ان ريديكتور سي بون دونك اش غيبقى عندي هنا بالنسبه للاوكسيدون هنا بالنسبه للريديكتور تبقى عندي هنايا كقاعده اساسيه قاعده كتقول بان الاوكسيدون زائد واحد العدد ديال الالكترون اش كيعطيني هذا كيعطيني الريد سي بون غادي نحاول نطبقها هنا في الحاله شنو تكون كتعطيني هذه فين هو الاوكسيدون هنا الاوكسيدون كيكون الفوق هو ال 3 بلس مزيان اش كيعطيني غندير زائد واحد العدد ديال الالكترون غندير اش كيعطيني كيعطيني ماذا ا ال كيعطيني الالومنيوم دونك هذا هو كيتسمى هذا الليون يعني الكاتيون ديال الالومنيوم دابا انا باش نوازن لي شارج الالومنيوم كيدير في هذه الحاله نفرض نزيكا سوليد الالومنيوم كيدير شحال عنده في 3 بلس النوم دو شارج 3 بلس دونك الا العكس ديالها شحال نزيدو هنا باش تولي ايكيليبري ولا تولي نوتر لان هذه كيدايره هذه نوتر يعني خاويه من لي شارج النوم دو شارج ديالها تيكرا زيرو دونك انا شحال نزيد عندي 3 زيري 3 زيري سي بون داك الريديكتور ما كنقيسوش لا الريديكتور ما كان الريديكتور غادي نبدلو فيه شي حاجه شنو قلنا بغينا بحال ال 3 بلس زائد 3 الكترون كتعطيني ماذا ا ال سي الالومنيوم قاعده لوكس ان الكترون الريد انا قصتو ما قصتوش كيتغير ليا لوكس مع لو نوم ديال الكترون هادشي كيتغير ليا فقط عاوتاني فين هو لوكس هنا في اف او 3 بلس اللي هو كيتسمى ايون الحديد الثالث ليون دو فير 3 على ايون الحديد الثاني فير 2 لوكس هنا هو اف او 3 بلس غيعطيني ماذا غيعطيني اف او 2 بلس اف او هو اف او اف او 2 بلس فين غنزيد دابا هاد العدد ديال الالكترونات واش نزيدها في اف او 2 بلس ولا اف او 3 بلس لا اف او 3 بلس علاش لان هذا هو الاوكسيدون دونك انا شحال غنزيد من الالكترون باش نوصل اف او 2 بلس 3 الكترون علاش 3 الكترون انا عندي 3 بلس هانتوما هانتوما شوف 3 عندكم واحد القالب زوين باش تقربوا ليه مثلا هنا عندي ان الكترون ما عرفتش غندير 3 زائد ان كتساوي شحال كتساوي 2 هذه ايكيفالون لاش ان 2 ردانا اش تولي اولا 3 نردوا هذيك لي طاب الاخرى تولي هي 2 ناقص 3 هي شحال ناقص 1 ناقص 1 ديال الفالور ابسولو تبقى عندك هي 1 دونك كاين شحال نزيد هنايا زائد واحد الي واحد الالكترون فهمتوا دابا نعم هرمز صافي سي دادو مري دومي ايكواسيون ديال لوكسيد ريدكسيون مازال تحت هادشي اللي كاين مازال مسالينا مازال طويل القضيه طويله صافي سي بون ندوزو فيها لوتر بارتي دونك هنايا نرجعو للكروم دونك الايونات ديال الكروم
دونك هنا عندي سي ار 3 بلس سي ار 2 بلس بحالها بحال اف اف 3 بلس مع اف 2 بلس. دونك العاده هنا تبقى عندي الاوكسيدون هو سي ار 3 بلس هو لوكس هو الريد. دونك لوكس زائد شي حاجه زائد ان الكترون واش كيعطيني؟ كيعطيني سي ار 2 بلس. هنا كالعاده عندي 3 بلس ان ايتيكال 2 هي 3 بلس ان ايتيكال 2 يعني ان تكون كتساوي شحال؟ 2 ناقص 3 هي ناقص 1 القيمه المطلقه ديال ناقص 1 هي 1. شحال غنزيد هنايا؟ الكترون نزيد ان سول الكترون. هي هذيك السي ار هي الكروم الكروم اسم العيون ديال الكروم كروم 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 انا كنت نسحب لكم نقول كروم كروم راه عباره عن ذره او ثاني هنايا اه اف او ولا في الالومنيوم ما عندك ما ديري كاع حتى الاسماء ديالهم هنا الاسماء ديالهم ما يهمكش انا دابا هنا بالنسبه للاس ان 4 بلس هنا فقط كنوزنوا غير لي شارج الاهم ولا لو بوت عندي هو نوزن لي شارج اس ان 4 بلس كيلعب الدور ديالاش ديال الاكسيدون يعني غنزيد ليه واحد العدد ديال الالكترون اش غيكون كيعطيني كيعطيني اس ان 2 بلس حسب معايا مزيان 4 زائد ان 2 بلس هانت 4 زائد ان كتساوي 2 يعني ان ان غتكون كتساوي 2 ناقص 4 اللي هي ناقص 2 ناقص 2 ديال القيمه المطلقه تكون هي 2 دونك شحال غنزيد هنايا شحال غنزيد 2 الكترون 2 الكترون مزيان كفتا خيابي دابا الحاله الثانيه او 2 اش 12 دونك هادي حاله خاصه ما فيهاش لي شارج دونك انا فقط يعني غننتبه علاش الاكيليبر ديال الاكيليبر ديال لي زاتو ومن بعد غنزيد شي حاجه باش يكون فيها لي شارج يعني غنردوه ان ليمون في لوكس مع الريد فين هو لوكس هنا هو او 2 والريد شنو اش 12 دونك غنحط هنا لوكس هي او 2 ها هي زائد ماذا شي حاجه ما نزيدش داك ان الكترون خليها او 2 زائد شي حاجه اش غتعطيني اش 12 اول حاجه غنشوف هنا هو الاكليبر ديال الذرات الاكليبر ديال لي زاتوم شحال عندي هنايا بالنسبه لها شحال عندي من ذره هنا جوج ديال الاكسجين جوج ديال الاكسجين تقريبا شحال عندي من الاكسجين هنا شفت لكم داك النهار دائما كنسبق الاكسجين من بعد الهيدروجين دونك هنا الاكسجين شحال فيه جوج هنا شحال عندي وحده هنا اش غندير هنا غنضرب فاش غنضرب هنا في جوج ماشي غندير هنا شي نزيد ليه جوج او دو بحال هكا لا باش كان اكيليبري كنضرب في جوج كنضرب في داك الكوفيسيون اللي بغيتو انا صامارش غتولي وي راه ولكن الكوفيسيون ما كاينش على جوج شحال عندي مضره خاصه هنا بالنسبه للاكسجين جوج جوج ديال الذرات بما انه هنا عندي جوج ديال لي زوكسجين هنا عندي وحده اش غندير غنضرب هنا في جوج العدد اللي عندي هنا كنهزو كنضرب به هنا دونك هذا هو الكوفيسيون ديالي كتولي جوج اش 12 جوج الاكسجين شحال جوج دونك عندي جوج ديال لي زاتوم ديال الاكسجين دونك عندي جوج هنايا جوج اش 2 جوج جوج هي 4 دونك ولات عندي 4 ديال اش ديال الهيدروجين شحال عندي هنا والو اش غنزيد غنزيد 4 اش اش بلس صافي دونك هنا اون فاجوتي 4 اش اش بلس هذا زعما يلاه بدينا معقول دونك هنا زدت 4 اش بلس هادي كي دايره هادي كامله راه الي نوتخ وهادي شنو فيها فيها واحد لاشارج فيها 4 ديال بلس باش تولي نوتخ شنو خصني ندير خصني نزيد ليها شحال 4 ديال لي زيليكترون دونك بلس 4 او ام زدنا تما 4 اش بلس يعني باش نوزنوا الهيدروجين انا الهيدروجين شحال عندي هنا عندي 4 والا كان عندي 4 ديال الهيدروجين هنا شحال يكون عندي هنا ما كان عندي والو دونك اون باجوتي واحد 4 اش بلس باش يتوازن ليا هادشي سد ما فهمت مزيان شنو درت لي كويستيون واخا نبقى معاكم انا عشرينها هاكا نقول لكم راجعوا راه المشكل ما كتراجعوش وبغيت غير بحال هكا طلعت لي الدم انا والو هاكا انا يا ما نشرح لكم كيفاش باش تسبق كتوصلوا للدار كتنعس واش ندير لكم انا بقى لي غنتبعكم للدار بقى نفيقكم كل مره حشومه ما جاتش
او بالخصوص نتا ابتسام راه ما يمكنش ديك القضيه ما كتراعيش في الدار كاع باش ما نغطوش الشمس الغربا ما كايناش مراجعه عندك واش كاين ولا ما كايناش ادوا ابتسام ماك ساكته بس انا ماشي هكاك راه كيتجمعوا علينا الدروس و كانش كنتخربق انا ممكن قرر شوف انا ما انا مفرطش عليكم قلت لكم خصكم ديروا ولكن اموه حاجه درناها استراجع ولانه دابا مثلا كندير تمرين او كندير سيري ديال كي خصني نعاود فيها الدرس نعاود فيه الكور من الاول ايوا حنا بقينا تما ما براني نتحركوا كاع لافونسمون ما كاينش والاسي ديال لي سي ديالكم راه كيطيروا خصنا نبقى انا علي شويه ديفيسيل واخا نرجع هنا بالنسبه لابارتي ديالنا ام ان او 4 موا ام ان 2 بلس سي بون دونك انا ام ان او 4 موا مع ام ان 2 بلس لوكس هو ام ان او 4 موا هو ام ان او 4 موا والريد شنو هو ريدكتور هو ام ان 2 بلس دونك اول حاجه انا كتهمني هو نشوف لو نومبر ديالاش ديال الذرات واش اكيليبري ولا لا هنا بالنسبه الام ان هذه ذره واحده كاينه ذره واحده هنايا الاكسجين عندي هنا في 4 هنا ما عندي والو شحال خصنا نزيد هنا خصنا نزيد بعدا نزيد هنا ولا نزيد ب 4 او موا شنو كنقول لكم راه هنا كنزيدوا لي موليكول اللي اش دوزو شنو خصني هنا ندير الاكسجين خصني اش دوزو نزيد اش دوزو راه ما عمرها كانت شي حاجه سميتها 4 اومو هذه راه ما كايناش كاع تما في هذيك زدنا 4 اش بلس وراه اش بلس هذيك الهيدروجين الهيدروجين راه ذره يقدر نزيد ان اكيليبري بها اما الاكسجين لا الاكسجين ما يمكنش اكيليبري بها صافي دونك انا نزيد 4 اش دوزو انا بغيت 4 ديال الاكسجين دونك غنضرب في 4 اش دوزو هنا 4 اش دوزو 4 في 2 شحال 8 تما ولات عندي 8 ديال الهيدروجين هنا عندي ما عندي حتى شي هيدروجين خاصني نزيد هنا غنزيد 8 اش بلس ماشي دونك انا خاصني نزيد 8 اش باش نيكيليبري العدد ديال الذرات ديال الهيدروجين دابا بقى لي نيكيليبري ماذا نيكيليبري العدد ديال الشحن العدد ديال الذرات ميكيليبري الشحن دابا ماشي ايكيليبري حيت هنا عندي 2 بلس هنايا عندي موان مع 8 بلس هنا عندي موان دونك هادشي ماشي ايكيليبري دونك انا باش نيكيليبري هاد القضيه هادي اش غندير غندير واحد القالب شنو هو باش نعرفوا عدد ديال الزيكترون اللي خصني نزيد هنا ما عرفناش هنا غنسميوه العدد ان شنو عندي هنا عندي ناقص 1 زائد ماذا عرضوا البيان راه عندك 8 بلس ماشي بلس بوحده 8 بلس يعني زائد 8 دونك 8 بلس راهي زائد 8 زائد ان اش كتعطيني هادي كتعطيني 2 زائد 0 هي 2 صافي كتبقى عندنا 2 ناقص 1 زائد 8 شحال ناقص 7 الله يهديكم ان اشكون كتساوي شحال 2 7 غنجيب انا اش تولي ناقص 7 2 ناقص 7 شحال ناقص 5 القيمه المطلقه ديالها شحال 5 صمار شحال غنزيد دابا 5 ديال الكترون 5 ديال الكترون اتفقنا كنديرو فهاد الطريقه سدو منين جبنا ديك 8 هي ابتسام هي عندك 8 اش بلس راه عندك 8 ديال الشارج هي ديك ديال ام ام ان او هنا عندك ام ان او 4 موان هنا هاد 4 ديال 4 فقط كتعني لي عدد ديال الزاتون ما عندهاش علاقه مع الموان دونك عندي فقط عندي شارج وحده اللي هي موان هنا بحال عندي موان زان هنا عندي 8 اش بلس يعني بحال عندي بلس 8 هنا بلس ان اش كتساوي ليا كتساوي ليا 2 هاي تيقال 2 ناقص 1 زائد 8 7 زائد ان انا كنقلب على ان بحال اكس دونك هنا تولي 7 انا بالدرجه الاخرى تولي هي
جوج ناقص سبعة، جوج ناقص سبعة تعطيك عدد سالب، عدد سالب ما خصوش نكتبه، غندير قيمة مطلقة ديال العدد السالب وناخد خمسة، كتولي بلوس سانك اي إلكترون. هاهي نبسطو عاوتاني نعاود نرجع بيها هنا، دونك هنايا زائد تمنية اش بلوس زائد سانك إلي إلكترون، دونك سان إم إن دو بلوس زائد ربعة اش دوز. دوزو التالتة دابا اش سي إل أو دو، نعاود نكتبها ليكم في شي إسباس آخر، نعاود نكتبها ليكم هنايا. دونك عندي اش سي إل أو دو، هاهي إلا بريو هادي اش سي إل أو دو، وخرا فيها اش سي إل أو، اش سي إل أو ديك خمسة تدوي كيفاش لقينا نديرو لي كيفاش لقيناها ولا نحطوها نيشان؟ إلا بغيتي تحطها نيشان حطيها، ولكن واش حسن تبيني لي منين جات، ولكن فاش كيعطيك مثلا ديك الخويا كيقولك انت غير إيكيليبري ليا صافي، يعني ما تحاوليش يعني ديري ليه يعني تمونتخي ليه كيفاش إلا غير ذلك. تا ديمونستراسيون أنا ما مهماش في ليكيليبر ديال المعادلة، أنا غير كنبينو الطريقة باش ليكيليبرها صحيحة. دونك هنايا فينا هو لوكس، دونك هذا هو لوكسيدون وهذا هو الريديكتور، هذا هو لوكس وهذا الريديكتور. دونك هنا شغيبقى عندي هنا لوكس كيعطيني اش سي ال او دو زائد شي حاجة، واش غيكون كيعطيني؟ كيعطيني اش سي ال او اللي هو ريديكتور. سي بون، وشوف معايا مزيان هنا، شنو قلت لكم كنسبقو دائما في ليكيليبر؟ لوكسي اوكسجين، غادي نشوف عدد الذرات واش ميكيليبرا بعد، انا ما نزربش. الهيدروجين عندي وحده هنا، عندي وحده هنا مزيان، الكلور عندي وحده هنا، عندي وحده هنا مزيان، الاكسجين عندي فيها هنا جوج، شنو عندي هنا؟ عندي وحده دوزون، نزيد اش دو اش دو تخيل واجوتي اش دو زائد اش دو اش دو تخيل دي ميزت اش دو اه دو جي اخرى دو دو اش بلس اه بيان. دونك انا اش دوزو دونك سوكا هنايا عندي اش دو بلس اش، شحال عندي هنا؟ عندي ثلاثه ديال الهيدروجين، وشحال عندي هنا؟ عندي فقط وحده، شحال خصني نزيد هنا؟ زائد جوج اش اش بلس. تخافي الا مشيت نشوف لي الشارج هنايا، واش عندي شي شارج؟ انا ما كايناش، عندي فقط دو اش بلس يعني جوج بلس، عندي هنا شي شارج والو، يعني نيشان شحال غنزيد؟ غنزيد جوج او مو، وانا اكليبريت لا فورمولي ديالي. زدنا اش دوزو تما زدنا اش بلس، انا جوج اش بلس هنا حيت لانه عندي هنا شحال عندي هنا؟ عندي جوج ديال الهيدروجين زائد واحد شحال؟ ثلاثة، عندي ثلاثة، هنا عندي فقط وحدة، شحال خصنا نزيد باش توصل ثلاثة؟ خصنا نزيد جوج، شكون هما جوج هادو؟ جوج اش بلس صافي. استاذ هاديك فهمت علاش زدنا استاذ اش دوزو؟ لانه باش نكيليبر، اش كنزيدو باش نكيليبر الاكسجين؟ شو قلت لك قبيلات؟ كنزيدو اش دوزو باش نكيليبر الاكسجين، كنزيد اش دوزو اولا كنضرب، بحال هنا مثلا الا بغيت نزيد اش دوزو الاكسجين عندي هنا وحده، غنضرب هنا في جوج، فهمتي؟ غنضرب هنا في جوج، هو المشكل الا مشيت نضرب هنا في جوج غتولي هنا جوج ديال السيل، غتولي جوج ديال الذرات ديال الكلور، وانا شحال عندي؟ عندي وحده، غير خصني عاوتاني نضرب انا في جوج، ويعني كنولي في منحة تصاعدي، اش خصني نزيد؟ خصني نزيد فقط غير اش دوزو، وانا خرجت من بواسع. بالنسبة للكوب الاخر، الكوب التالي هو او دو اش دو او دو، اه او دو اش دو او دو. الا بغينا دابا نديرو ليكيليبر ديال هاد، دونك هذا هو لوكس وهذا هو الريديكتور، صافي. دونك لوكس هو او دو زائد ماذا؟ زائد شي حاجه، دونك هذا فقط عندي غير ذرات، اش كيعطيني؟ كيعطيني اش دو او دو سيبو. شحال ديال الاكسجين عندي هنا؟ جوج، جوج ديال الاكسجين، شحال عندي هنا؟ جوج كذلك سيبو. شحال عندي من الهيدروجين عندي هنايا؟ عندي جوج، شحال عندي هنايا؟ والو، شحال خصني نزيد هنا؟ جوج اش اش بلس زائد باش نكليبري دو او مو زائد جوج او مو،
شوفي اتفقنا مزيان. هذاك الكترون اه تقرا الكترون لا اوموا راه جوج اوموا تما اه صافي راه عندك انا دو دو اش بلس انا دو بلس مع دو موا انا ما كيبان ليا بحال ما فهمتوش هادشي كنت كنقول داك النهار لا اه فهمنا اه ما كيبان ليا واش فهمتو ليا هادشي مش كيتابسط ليكم غير حتى لحد واخا دونك قلنا هنا اش 3 او بلس عاوتاني اش 2 دونك اش 3 او بلس سي بون هاي اش 3 او بلس عبارة ماذا عن اوكس نزيد ليها شي حاجة باش نحصل على شحال على ا اش 2 هنايا عندي اول حاجة غنكليبرها هو العدد ديال الذرات اش من هاد الذرات اللي غنكليبري ذرات الاكسجين سي بون الاكسجين عندي هنا وحدة هنا عندي والو شحال نزيد اش 2 نزيد اش 2 تخيل نقولو اجوتي اش 2 الى زدت اش 2 هنا اش تولي تولي هنا شحال تولي عندي 4 ديال اش 4 ديال الهيدروجين هاي 4 ديال الهيدروجين شحال خصني نزيد هنا باش انكليبري هنا عندي 3 ديال الهيدروجين شحال خصني نزيد هنا باش تولي 4 اش بلس زين اش بلس هادي زين اش بلس دابا خصني انكليبري لي شارج نرد البال خصني انكليبري لي شارج اوبليغاتوار شحال عندي مشارج عندي هنا عندي هنا بلس بلس يعني زائد 2 دونك انا شحال نزيد 2 او موان مارش الى خصني نزيد زائد 2 او موان ديك واحد زائد واحد ياك راه بحال عندك واحد زائد واحد انا راه بلس بلس يعني بلس بلس دون سون كا غتولي هي 2 بلس 2 بلس باش باش نحيدها تبقى عندي 2 او موان علاش حيت هاد لابارتي دي كامله الي نوتر صافي تري بيان هادشي مازال نحتاجو في الباك هادشي نفسو غتعاودو العام الجاي وعندكم في الوطني الا ما ضبطتيش المعادله كلشي مشى ليك هادشي اش كنغوت عليكم قبيلات معادله خاطئه كلشي مشى دونك هنايا عاوتاني ام ان او 2 ام ان 2 بلس هذا هو لوكس وهذا هو الريد لوكس ام ان او 2 سي بون زائد شي حاجه اش غتعطيني تعطيني ام ان دو بلس كالعاده عندي هنا ام ان ام ان هي او 2 الاكسجين غير موازن عندي هنا جوج هنا عندي ما عندي والو شحال نزيد اش دوزو اش دوزو جوج اش دوزو جوج اش دوزو علاش جوج راه كنضرب في الكوفيسيون ديال جوج ديال الاكسجين فدرا نزيدو الهيدروجين مارش ها عندي من هيدروجين هنا عندي 4 راه نزيد هنا 14 زائد ماذا دابا خصني نوازن العدد ديال لي شارج واش العدد ديال لي شارج موازن انا غنحط هنا واحد ان الكترون وغنجي الطريقه ديالي انت 4 بلس هاي 4 زائد ان كتساوي شحال 2 ما تنساوش ديما رد البال هنا واش كاين شي حاجه ها عندي هنا واحد 2 بلس الا بغيت ان غتولي هي 2 ناقص 4 ناقص 2 القيمه المطلقه ديالها كتعطيني 2 يعني شحال غنزيد هنايا 2 زيد زيد عاوتاني اس 2 هيا اس 2 او 3 2 موان سي بون وهنا عندي ماذا اس عندي هنا السولفور زائد شي حاجه تعطيني السولفور تمام شحال عندي من السولفور هنا جوج غنضرب انا السولفور فاش غنضرب هنا انك جيت تكتب لي اس 2 ديما ما كاينش قلت لكم كنبغي نوزن كنضرب في الكوفيسيون اللي عندي عندي جوج هنا غنضرب هنا في جوج عندي 3 هنا غنضرب هنا في 3 صمارش هنا او 3 عندي شحال من اكسجين عندي هنا عندي 3 لي زوكسجين شحال غنزيد هنا 3H2 دابا 3 ديال الاكسجينات 3 الاكسجين تخي بيان اش شحال عندي ولا ديال اش عندي هنا عندي 6 ديال الهيدروجين شحال نزيد هنا زائد 6 اش اش بلس مارش عندي هنا 6 ديال نزيد 6 اش دونك هنايا
غتولي هي ناقص 2 ها هي ناقص 2 باش نعرف شحال العدد ديال الالكترون اللي خرجوا لي وكتبقى عندي هنايا ناقص 2 زائد 6 بلس ان كيتيغالا انا ما عندي والو دونك كيتيغالا 0 ماشي يعني ان غتكون كتساوي ناقص 6 زائد 2 ناقص 6 زائد 2 هي ناقص 4 ناقص 4 اش غندير القيمه المطلقه اش غندير تولي هي تولي 4 دونك شحال غنزيد تما غنزيد 4 اولا الا كنتي انت مثلا بروفيسيونيل شويه غادي يبان لك 6 بلس 6 نقص منها 2 تبقى عندك هي 4 مباشره دابا غير كندير معاكم شويه بشويه باش تعقلوا ليها صافي مزيان كنا نحسبوها غير في الجهه الاخرى نديرو ناقص 2 زائد 6 تخرجنا 4 ايوا صافي انا دابا غير كنبين لكم حتى الا نسيتي ارجع الطريقه العسيديه ديالك المره فيا اللي يقول لك ديريكتومون سير ولكن هنا كنحاول نبسط لكم شي الامور باش دغيا نجاوب عليها ما تسناش يقدر يعطي يعطيكم بحال هذه يعني انا شك يقدر يعطيكم بحال هذه هذا الجدول بحال هكا حيت قال لنا غيكونوا فينيسيون اوريدومي اكواسيون هادشي اللي قال لنا عندكم وا يعطيكم بحال هكا ويعطيكم ديفينيسيون ديال لاسيد لا باز لوكسيدون ريليكتور شكون هما هادو وإلا كنتو ناضيين غتجاوبو ما كنتوش ناضيين جمعوا حوايجكم ما تقراوش كاع ما بقاش تقراو كاع ما تسولوش على القرايه انتوما راه مزيانين ولكن فيكم ديك القضيه ديال مره خصني نهرب اخا تكون بوحدنا بي بي او 2 عباره عن ماذا عن اوكسيدون هذا عباره عن ماذا ان ريد يلا بي بي او 2 غنزيد ليه شي حاجه اش يعطيني اعطيني الريديكتور اللي هو بي بي 2 بلس اللي هو البلون هذا هو ديال النحاس اسمع النحاس تما غنزيدو جوج اش دوزو وغادي تخصنا هنا غيكونوا عندنا 4 ديال نزيد هنا جوج اش دوزو مزيان انا جوج اش دوزو تري بيان وهنا بالنسبه للبلون البلون عندي هنا البلون هنا عندي البلون عندي وحده وحده تري بيان هنا عندي الهيدروجين غير موازن شحال خصني نزيد جوج اش بلس 4 4 اش بلس راه عندي هنا جوج جوج عندي الهيدروجين هنا عندي 4 اش بلس تري بيان دابا خصني نوازن زائد ماذا غتكون عندنا هي 4 زائد ان كتساوي 2 غدور 4 الجهه الاخرى غتولي 2 ناقص 4 اللي هي 2 تخاب يعني كتبقى عندي هي ان تولي 2 ناقص 4 اللي هي ناقص 2 اللي هي 2 دونك شحال خصني نزيد هنا 2 الكترون تخاب يعني دونك اون فاجوتي 2 الكترون تخاب يعني مزيان بالنسبه للناس سي ار 2 او سات 2 موان CR3+. دونك هنا كندويو على داك الايونات ديال الكروم. دونك هنايا CR2 او 7 2 موان عباره عن ماذا؟ عن اوكسيدون. غنزيد ليه شي حاجه اش يعطيني؟ يعطيني CR3+. سي بون. غنديرو جوج CR. تخي بيان دونك هنا عندي CR فيها جوج دونك غنضرب انا فاش؟ في جوج. مزيان دابا سيت مع CR فين غنمشي؟ غنمشي 7 اش 2 بيان 7 اش دوزو انتما وليتو بخير زيد 7 اش دوزو دابا شحال هي ولي عندي الهيدروجين 7 في اش 7 في 2 شحال هي 16 اش بلس 14 اش بلس تخيل 14 اش بلس زائد دابا ان الكترون باش نلقى ان تولي هنا عندي ناقص 2 ها هي ناقص 2 زائد 14 زائد ان كتساوي 2 في 3 شحال رد البال 2 في 3 انا ماشي 3 بلس 2 في 3 شحال 6 6 داك الكويفيسيون في الاخر داك الشارج لا شارج ضروري علاش انا ضربنا هنا 4 14 في بلس حتى ولات 14 بلس دونك حتى انا كون كانت مثلا بلس تولي 2 بلس ولكن طول ما انه عندي هنا 2 في 3 هنا تولي 2 في 3 اللي هي 6 غتبقى عندي ان كتساوي ماذا 6 ناقص 14 زائد 2 صافي مارش دونك 6 زائد 2 شحال هي 8 8 ناقص 14 شحال أصبحت ليا يا ليا ستة دونك ليا نزيد ستة نزيد هنا سي سيز إلكترون دونك هنا بلس سيز إلكترون بالنسبة لخرى وكانت عندنا غير سي إر 3 على زعما 3 بلس غنديرو 3
تتساوي 3. غنديرو 3 دونك كانت عندي مثلا لو انه مثلا افترض جوج ما كايناش كانت عندي غير 3 بلس غناخذ 3 بلس، ولكن طالما انا جوج كاينه نضرب في الكوفيسيون ضروري. الحاجه الاخرى كذلك يعني سي ار او 4 دو موان هذا عباره عن ماذا؟ عن اوكسيدون. غنزيد لي شي حاجه باش يعطيني سي ار 3 بلس. عندي سي ار مزيان. اكسجين شحال عندي؟ شحال من اكسجين عندي هنا؟ 4. شنو نزيد هنا؟ جوج أربعة إيه كتر أش دوزو أربعة أش دوزو بلس كتر أش بلس غادي ندير ناقي هيبة عندي هنا أربعة أش دوزو عندي مليون هنا غنزيد مليون أش دوزو هنا واش تفقنا؟ ماشي كناخدو العدد ديال داكشي اللي بغيت أنا واش بغيت واش كاين ديال أربعة هنا غناخد أربعة أش دوزو مباشرة أربعة جوج شحال؟ 8 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 القيمة المطلقة ديالها كتساوي 3 دونك شحال غنزيد هنايا؟ غنزيد 3 زليتر. تخي بيان ال او موان ها هي ال او موان زائد شي حاجة غتعطيني ا ال 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 زائد جوج اش بلس جوج اش بلس انت كتساوي واحد صافي تساوي والو دابا ما عندك هنا هذه كتساوي زيرو ونحسب غير هنا دو بلس ناقص واحد جوج ناقص واحد واحد هنا تبقى الكترون دونك بلس ناقص الكترون بوحده كيفاش دابا فاش كنلقاو واحد الكترون واش نكتبو داك واحد ولا غير نخليوه الكترون بوحده لا واحد ضروري انا الشيمي ماشي بحال الماط الماط لي ميمكنش نكتب واحد انا الشيمي لا الشيمي خصني نبين العدد تسمى العدد ديال لي موليكول دونك انا غتكون عندي اس او 4 دو موان مع اس اس او دونك هادي غنزيد ليها شي حاجه اش تعطيني تعطيني اس اس او هنا عندي شحال عندي من اس عندي واحد هنا عندي واحد مزيان اكسجين عندي شحال 4 هنا شحال خصني نزيد 8 ها شحال غنزيد؟ دوزو واش 14 دوزو حيت اس اس بوحده وبوحد الاكسجين بوحدو ولكن راه عندي الاكسجين واش ما كاينش كاين ولا ما كاينش كاين عندي هنا الاكسجين يعني واحد شحال خصني باش توصل لاربعه نزيدو سميتو 13 دوزو 13 دوزو الله يرضي عليكم 13 دوزو هيا ثلاثة ديال الأكسجين زي واحد هي أربعة مزيان دابا عندي الهيدروجين ثلاثة في جوج شحال نزيد أنا شحال ستة أش بليس دابا نزيد الخدمة ديالي أنا ما عندي والو ستة نقص منها جوج ناقص أربعة أربعة شحال نزيد أربعة ديال زي أربعة ديال زي وربيت شي دابا ماشي كفتة احنا سالينا دابا صافي نزيدوا الثلاثة هادو الله يعاونكم والله الله يعاونكم عاودوها في الدار نصيفط لكم واحد شويه عاودوها ان او 3 موا غنزيد ليها شي حاجه غتعطيني ان او سي بون ان او هنا انا عندي ان هنا عندي ان عندي هنا الاكسجين هنا عندي ثلاثه الاكسجين شحال خصني نزيد لهذا باش تولي ثلاثه جوج اش دوز صافي جوج في جوج اربعه اش بلس زائد هنا ما كاين عندي والو حتى شي حاجه 4 ناقص 1 يا 3 3 3 ام صافي تجربه سريعه اس او 4 دو موا ها هي اس او 4 دو موا اس او 2 زائد شي حاجه غتعطيني اس او اس او 2 سي بون انا اس او 4 دو موا انا عندي اس هنا انا عندي أربعة ديال الأكسجين هنا شحال عندي؟ جوج شحال خصني نزيد باش توصل لأربعة؟
جوج اش دوزو غتولي جوج جوج هي 4 وكتبقى عندي 4 اش بلس زائد شحال هنا ما عندي حتى شي شارج غنحسب 4 ناقص جوج يا بلس 2 2 الكترون مارش سدد نت ناقص جوج زائد 4 ناقص جوج زائد 4 شحال هي 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 جوج دونك انا اي او اي او 3 موا تري بيان زائد ماذا شي حاجه كتعطيني اي اي 2 دونك هنايا شحال عندي هنايا من 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 اي شحال عندي ديال اليود انا خصنا نرد البال عندي واحد انا شحال عندي جوج واش عندي غنزيد اي لا غنضرب هنا غادي نضرب هنا غادي نضرب في جوج واش عندي هنا جوج هنا ماشي غنزيد زائد اي ماشي بحال هكا هز الكلمه ما كنزيدوش ضرر ضرر سي بون دونك انا تبقى عندي جوج اي شحال تولي دابا عندي ديال الاكسجين عندي هنايا جوج في ثلاثه ديال الاكسجين دابا ولات عندي سته ديال الاكسجين شحال خصني نزيد هنا 16 دوز 6 في جوج زائد اش دوز اش ويليت 12 الاش بلس 12 الاش بلس زائد شحال 12 نقص منها جوج موا شو معايا مزيان جوج راه داخله على المو 12 نقص منها جوج 10 10 ديزيليكترون اش سي ال او زائد شي حاجه غتعطيني سي ال سي ال شحال عندي ديال لاطوم ديال الكلور عندي هنا شحال عندي عندي هنا جوج شحال عندي هنا وحده اش خصني ندير نضرب اس او ال او نضربو في جوج سي بون انا نضرب في جوج باش نوازن بعد الذرات بعد الاصليه عاد ندوز الهيدروجين والاكسجين شحال عندي من الاكسجين عندي هنا واحد غنزيد هنا جوج اش دوب اش بلس جوج ديال الجوج جوج دخل على هذيك كامله لاطوم كامله اي سي بون سي بون تري بيان دونك انا جوج اش دوز تري بيان مزيان هاتي هزيتي مع البال ديالك مزيان دونك انا سي دو اش دوز دابا شحال ولات عندي ديال الهيدروجين عندي هنا 4 شحال عندي هنا عندي واحد جوج شحال خصني باش تزيد باش تولي 4 جوج زائد جوج جوج اش بيس صمارش زائد جوج اش بلس بالنسبه للموازنه ديال هادو صافي يعني اش بلس باش نحيدها مع دو نزيد دو دوز الكترون ماشي هاني ان لكم وياكم الله و اراكم في يوم اخر ان شاء الله صافي بون كوار لو فيديو راه يكون انغوجيستري غادي يتلقاو دابا لانستون في لي كونت ديالكم صافي شكرا استاذ هذيك الخلعه جدنا جوج الكترون لان انا عندي فقط غير جوج ديال البلس ها هي دو بلس فقط اللي عندنا صافي سيدي الا كانت عندنا وحده كنزيدوها تما راه عندك دو بلس هنا العكس ديالها هو دو زيكترون كتحسبي العدد اللي عندك بحال مثلا انت ها شوفي معايا مزيان كاع تلفتي كليك دير الطريقه اللي كليك ها انت تلفتي ما عرفتي والو ها هي ان الكترون شحال عندك هنا جوج في البلس هي جوج زائد ان ما عندك والو هنا زيرو ان اش كتساوي جوج ردينا اش تولي ناقص جوج قيمه مطلقه جوج شحال ندير هنا جوج وانا لقيت لا بارتي ديالي صافي تفهمنا شكرا يلا بالتوفيق الله يرضى عليكم على هذا الشيء بون كوراج نراكم ان شاء الله من بعد لو فيديو سون انجستري وغادي يكون انفوي بالنسبه لفو كونت ان شاء الله سبسكرايب يلا بون كوراج شكرا استاذ